الدورة 44 لمهرجان البحر الأبيض المتوسط هي كما سميناها هي دورة التحدي بأتم معنى الكلمة، التحدي على كل المستويات. اخترنا السنة باش نرجعوا بقوة ب 23 عرض نون ستوب بدون توقف. البرمجة كانت على كل المستويات، كذلك تحدي آخر في البرمجة كيف عملناها 100% مسرح، واختصرنا على افتتاح واختتام في هذا الفضاء العريق، فضاء الكراكة. السنة حلينا البيبان إلى كل الدورة ستكون في هذا الفضاء. الدورة فيها برشة برمجة، نقول وحنا ثرية وثرية جدا، فسيفساء تمس كل الأذواق. هناك العروض المسرحية الموجهة للكبار، عروض مسرحية كذلك موجهة للأطفال، هناك العروض الفنية الفرجوية، هناك عودة كبيرة لعديد أو خلينا نقول الوجوه الفنية والفنانين اللي غابوا شوية، وبعودة الكراكة حبيناهم يكونوا موجودين ويعودوا معنا، كما الفنان حسين محنوش اللي الليلة عنده عرض مسرحية مواطن فوق العادة، كما الفنانة منية البجاوي اللي عدت سهرية رائعة ورائعة جدا، وبعض الفنانين الأخرين. عنا كيف العروض الفنية الاقتصادية أو التجارية كما يقال، ولكن الناجحة كذلك جدا، كما وجهة الجندوبي، مدام كنزة، كريم الغربي مش موجود. عنا كذلك الترب مع ألفة بالرمضان، كان الافتتاح كيف مع درصاف الحمداني. يلعب باك بليس دي سيت. إنما الكرة في الدنيا تعطي للغفاس وتحرم للملاعبي. جالينا أنا قلت لكم عندي اقتراح مخير. تتذكروا الدينار بتاعنا وقت اللي كان يدخل للمارشي كسي وهر هكا، يدخل هكا البصل وهكا الطماطم كلها ترتعب تلقاها كلها هكا. اليوم مسكين دينارنا رجل مواطن فوق العادة، تأليفي أنا، إضافات نور الدين العيري وإخراجي. المسرحية هذه تنطلق من الواقع المعيش، الواقع اليومي، انطلاقا من الثورة وانتجاي حتى إلى يوم الناس هذا، ما يحدث في تونس من صراعات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الفكري. حاولنا أن نحيط بهذا الواقع المعيش، حاولنا أن نصوره في شكل درامي كوميدي ما يعبر عليها بالليمور نوار، الكوميديا السوداء، والجانب الدرامي المأساوي أيضا موجود. هذه في كلمات بسيطة. العرض نتاع اليوم أستاذي، عرض اليوم في إطار مهرجان البحر الأبيض المتوسط كراكة حلق الواد، تعرض يعني في المهرجان. العرض نتاع اليوم في إطار مهرجان البحر الأبيض المتوسط، ثم عروض أخرى في الصيفية هذه وإلا ما؟ والله احنا ناويين إن شاء الله باش نعملوا جولة إن شاء الله، وإن شاء الله تتم. تحددت مواعيد وإلا؟ لا ما تحددتش للآن، أما وعدت بتوزيع هذا العمل وإن شاء الله يتوزع على قدر. أستاذي، الشكل هذا من الطرح اللي قدمته أنت في المسرحية وكأنه رهان منك منتوما ورهان من بعض المسرحيين على الواقع التونسي في تجسيده مسرحيا، وهذا يبرز ربما علاقة المسرحي بالشأن العام، علاقة المسرحي بما تعيشه ويعيشه بلدنا الآن. بارك الله فيك. هو المسرح يتأثر بالحدث، والدراما هي مولود الحدث يعني، والحدث الآن كبير في تونس. الثورة لم تنتهي، ما زالت مستمرة على الأقل في الأذهان. أبو دينار يطلع. يا سيدي، أول ما نبدأ بالمتقاعدين، وصلوا 60 عام يزيه مش قاعدين يعملوا عبء الدولة، حطهم كل في ساعة وروزي النساء الحوامل يا أخوي مع السعادنا مرات تقول 9 شهور. شنو اللعبة هذه؟ يزم الفرخ يقعد عامين غادي نرتاحوا من الكوشات
ونرتاحوا بالواحد وتمطي كرشم ويخرج ديريكت تنقلت الميزانية والكلها تدخل ميزانية للدولة. أو لا بس ليس بانساك تعد نلعب أنا دوري في المسرحية هو أنسي بير سيتوين، إنسان مثقف في حومة عربي عنده ثقافة عليا كبيرة، رباته امرأة يتيمة، فهمتني؟ بوه دخل السجن لأنه مناظم، دخل السجن، رباته أمه والأم متاعه تكره الظلم لأنها قاست من الظلم وحبت معناها انتقاما من هذا الظلم هذايا، حبت تقري ولد هذايا توصلوا دون زان سارتان نيفو كبير برشا، وكان أمنيتها أنه يولي قاضي أو يولي وزير عدل لي عم العدل، وتدور المسرحية في هذه في هذا الفلك. مش كلكم التغذية قهرتكم الطماطم وهالفلفل وهالبصل وهالبطاطا، ها هذه مش كلكم انتوما، أنا عندي الحل لكم، أنا عندي الحل. ويه شنو نهار كامل انتوما مدين وجوهكم في التلفزة وفي الإذاعات؟ خايتي والله ما عادش خايتي عليها الدجاج احنا قليل والاخرى، ها خايتي احنا الفلفل مازلنا قدينه، ها بالحمد الذين لا هو الطماطم اللي عارفين عليها. عندي الحل يا سيدي، تبعوني للكوجينه، تبعوني للكوجينه، هذه كوجينتنا، لوحوا عليكم كل ما هو بصل وطماطم وفلفل والحومات والدجاج وحوم. تقوم الصباح تشد كاس شبراوي هكا تعبيه حرية الكلمة والتعبير وتقبوا على أخوانك. يسدك النص نهار جيش نص نهار جعت تعمل لها كما نقولوا صحفة ديمقراطية، صحفة ديمقراطية تشدك ليلي. إلى جزيرة جربة بعد غياب لأكثر من 20 عاما عاد الفنان العالمي شاب خالد لإحياء واحدة من سهرات المهرجان الدولي جربة إليس في عرض وحيد يحييه في مهرجانات تونس هذا العام. انتظره محبو الشاب خالد من التونسيين والأجانب. D'être là, d'être en vacances, d'avoir ce privilège de le voir. Donc on est très pressés, voilà. Bien sûr qu'on est pour le voir, on l'adore. On aime bien, on vient de la France, donc c'est une occasion pour nous et on adore Gerba. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Nous apprécions sa rencontre, qui est très bien, qu'on vient de la France et qu'on en profite en même temps pour venir voir son concert. Avec nos amis, on vient donc pour passer une soirée et profiter du bel air de Djerba et puis une soirée sympathique entre amis. Voilà, en espérant qu'il y aura la fête dans les gradins. Le festival, c'est un mahrajan, c'est un peu comme ça. C'est une femme, une vision artistique. C'est un artiste. Oui, c'est
personne plus réduite. Hein, c'est quelqu'un qui est capable de chanter la même chanson dans des versions différentes à chaque fois qu'il donne un concert. Et nous, nous sommes vraiment des fans. C'est déjà Jerba, un des sahirs de Hamata très particulier. Le Chebkhal, je suis un sahir à la sahir. صحيح هو طول السنه نجم نقولوا الشوا نتاع السهرات هنا في جربة اول مره نشوفوا معناها شوا ديفيرون بوبليك ديفيرون شفنا بالتي فما مسرحيات فما ضحك فما فن ومازالت عندنا نصر محلوش والليله معناها شاب خالد نعرفوه معناها انستار ونعرف اللي السهريه هذه فيها كلندوي الاخوان الجزائريين كنت خايف شوية كما موالفة ماشي في جولة تراك يعني شفت جمهور فرحان شفت جمهور باهي غادي نروح نرويد محلي الله العظيم والحفل يعني كان يعني حفل في المستوى حفل رائع وعلى حسب ما شفت خويا الجمهور كان في المستوى كذلك واللي كبرت فيا كذلك شفت الاطفال معايا في الستيج السينما هذه يسموها بغته وهذه يعني اش غادي نقول لك تعطيك باور فهمت خويا تعطيك قوه كبيره واش نقول خويا ان شاء الله نعاود نرجع ان شاء الله نعاود نرجع ونعاود نرجع ونعاود نديروا حفالي واحد اخرين يعني واش نقول خويا ان شاء الله نرجع نجرب في ليس الدولي لن ينسى من ذاك الشاب خالد مش باش ينسى يا خويا انا عرفت تونس قعدت فيها عشت فيها 7 سنين خويا نفهمه انا المهرجانات عملتها مع دي كارطاج وكل شيء عملتهم وجربك عشان نقول لك خويا ان شاء الله نعاودوا هذا المهرجان لازم يجي يضربك الدنيا اي والله لازم تاني يكون احنا الدنيا فاخور كيما الموازين في المغرب انا حتى في الجزائر ان شاء الله علاش ما يخرقوش تاني مهرجان كبير معروفين انتم تاني في تونس معروف شكون اللي ما يعرفش بمهرجان كارطاج هم هذاك هما الاولين قبل الموازين وقبل فهم الدنيا الفنان الجزائري الشاب خالد وكبه الجمهور غفير من مختلف دول العالم يأتي أيضا في سياق توجه للمهرجان للاحتفاء بالجزائر الشقيقة من خلال حفل الافتتاح الذي استضافت فيه جزيرة جربة الجزائر وحفل الشاب خالد الذي رحل بالحاضرين إلى أغان خالدة لهذا الفنان هذايا اختيار معناها كان ما بيننا نحن وما بين مهرجان يوليس الدولي نشكروهم على حسن التنظيم ومنظومه الثقافه والاختيار كان في الافتتاح جربة تستضيف الجزائر واليوم حفل خاص لاخواننا الجزائريين اللي هما وصلوا معناها عبر الرحلات الجويه زاد وصلوا مع تحافلات من الجزائر باش تحضر في العرض الاستثنائي اللي هو شاب خالد استثناء في جربة فقط مش باش تواصل على كامل تراب الجمهورية هذا اختيار خاطر تعرفوا جربة سنة تنطلق ونقولوا حلقة على كل المستويات C'est un bon chanteur, il n'y a pas besoin de le marouf à l'Afghanistan. Je suis fier de dire que je suis du Maghreb, je suis fier de dire que je suis du grand, que ce grand Maghreb est dans ce groupe de l'artiste qui permet de moi que j'ai le trapé d'Alim. Benesbe Lia, oui, après le mandat d'Arabie Sharaf, c'est un honneur pour moi déjà de représenter mon grand Maghreb
et aussi et avec mon travail aussi. C'est pas vraiment trop bon quand on rentre dans notre pays. Et ça prend. Malheureusement, j'ai dit, et heureusement et malheureusement, je dis parce que c'était une grande soyez pour moi. C'est une charge pour moi, mais avec des esprits, j'accepte. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est le fait de ramener le message partout, de ramener le message d'amour, le message de rassemblement, de rassembler tout le monde. Écoutez, je ne suis pas. Un petit gars, ça fait 40 ans que je crains pour aller dans ce stade. Et عرض فني جماهيري استمتع به الجمهور يؤسس أيضا بحسب المتابعين لمنتوج سياحي إضافي لزيارة الجزيرة في الصيف.